شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. شوط أول دون المستوى ينتهي بتأخر الأهلي بهدف في الدقيقة 33 عن طريق مصطفى الجمل الذي يحرز ركلة جزاء لصالح بتروجيت. خطأ ساذج، خطأ مشترك بين مصطفى مخلوف وإبراهيم عبد الجواد عبد الرحمن ليسفر الشوط الأول عن تقدم بتروجيت بنتيجة 1-0 في الشوط الأول. كابتن حشيش، شوط أول أقل من المتوسط، يعني بداية عكس المتوقع. توقعنا بداية قوية من لاعبي النادي الأهلي، لكن البداية كانت ضعيفة. بتروجيت دخل في المباراة، أضاع كم فرصة إلى أن سجل مصطفى الجمل في الدقيقة 33 من ركلة جزاء عن طريق خطأ مشترك ما بين عبد الجواد عبد الرحمن ومصطفى مخلوق. طبعا شوط غير متوقع، أداء هزيل من النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. زي ما قلنا ما تعملش أي حاجة من اللي إحنا قلناها. ضغط على اللعيبة من قدام، ضغط على لعيبة نصف الملعب بتاع بتروجيت اللي هو في منطقة التحضير. بص معانا خطأ هنا برضو من عبد الجواد عبد الرحمن، نفس الخطأ. كرة بياخدها الأخطاء كلها على على على, على مرماه، وتمركز خاطئ. أكتر من خطأ وأكتر من اللعبة معانا تاني يا كابتن حشيش. ما حدش يعمل كده أبدا أبدا. ما أروحش أنا على المرمى بتاعي، لازم أطلعها على طول. ما ينفعش إن أنا أسأل، لأن الراجل طبعا المهاجم بيبقى جاي بوشه. الأخطاء كلها جاية من ناحية الشمال، من ناحية اليمين بتاع النادي الأهلي، ناحية الشمال اللي هي كانت نشيطة جدا من بتروجيت. هي كانت في نشاط من بتروجيت، وضربة الجزاء جت من الناحية دي نتيجة طبعا للخطأ. أنا يعني مسجل أكتر من فرصة خطر لبتروجيت، يمكن في الدقيقة 18 كرة في القائم بعد ترقيصة بلدي قوي بالنسبة للاثنين الباك يمين والمساك، والراجل حطها في القائم. برضو فرصة في الدقيقة 30، فرصة خطيرة برضو لبتروجيت. خطأ من إبراهيم عبد الجواد. ركلة الجزاء معانا يا دكتور ثابت، يعني خطأ ساذج، ما اقدرش اقول اكتر من كده. هاتها بقى من الاول، معلش شوف الكرة جاية منين، بص الكرة جاية منين. وقف معلش يا استاذ محمد، ارجع ارجع استاذ محمد، ارجع بص بص المساحة في الشوط الاول ده. بص تباعد الخطوط الموجود في النادي. النادي الاهلي بدون خط نص في الشوط الاول، اتنين مساكين متأخرين قوي، مفيش خط نص. دي مشكلتنا في الشوط الاول. ارجع بس هاتها من الاول. ايوه وقف وقف بس بالراحة بالراحة، واحدة واحدة كده. ارجع هاتها، بص 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 المسافه ما بين المهاجم وما بين خط الدفاع، شايف الجاب الموجود في وسط الملعب. وبعدين الكره ملعوبه، لعبها بدماغك للجون، انت بتعمل ايه؟ مصطفى وبعدين مخلوف هو خرج. كمان مصطفى ما يخرجش، مصطفى يعني مخلوف خرج غلط، هو خطا مشترك. ولكن الف ب الف ب المساك مع راس الحربة او ايا كان من المدافعين مع حارس المرمى، طالما المساك يا كابتن معاه الكوره والواحد ما ينفعش انا اطلع مش عارف بره ال 18. مصطفى مخلوف خرجه بره ال 18، هو اخطا في الخروج. وزي ما قال الكابتن اسامه، نفس الخطا في اللعبه اللي قبلها اللي هو كان لسه عرضنا نفس الكوره. نفس الكوره بتتلعب. انت الشوط الاول عندك مشاكل كتير لازم تتعدل بين الشوطين. صحيح. احنا نقدر نرجع الشوط. اولا انا شايف ان النادي الاهلي بدون خط نص، خط النص فاضي. ممكن الكابتن الانصار يعمل ايه الشوط الثاني علشان يعني دي اللعبة نفسها؟ دي نفس اللعبة. يعني احنا ما اتعلمناش من الخطأ. نفس اللعبة برضو اتلعبت في المساحة. أول حاجة لازم بصراحة عبد الجواد عبد الرحمن في لعيبة مش موفقة. هو مش موفق، لازم أنزل محمد وائل. دي أول تغيير، محمد وائل باك يمين كويس ينزل مكان عبد الجواد عبد الرحمن. نجيب اللعبة بس لو جاهزة اللي هي بتاعة تحضير الهجمة. النادي الأهلي ما بيحضرش هجمة خالص. احنا لعبنا عشوائي، كل اللعب تمرير طولي لقدام عشوائي، لا بناخد كرة تانية، الخطوط متباعدة. بص بص هنا، بص بص تحضير الهجمه، بص مفيش منطقه الخطوط متباعده، لازم حد ينزل في وسط الملعب. بص بص الخطوط متباعده تماما، المفروض ان ميدو نبيل هو المنوط بالحته دي، انه بينزل بياخد من المساكين. بص بص البطء يا كابتن محمد يا كابتن اسامه. طبعا كل ده عشان نحضر هجمه. للامانه مصطفى بالخير فارق في وسط الملعب. الناس ما كانتش بتحس بدوره. النهارده باين دور تاثير مصطفى بالخير اللي هو اللعيب اللي اتقيد في القائمه الافريقيه في وسط الملعب. بيبص كل ده عشان تبني وبعدين تتلعب تمرير طولي، مسافه بعيده بين المهاجمين والمدافعين. لازم يبقى في حلول. ايه الحلول؟ ملعب ممطوط. طب ايه الحلول يا كابتن حشيش الشوط الثاني اللي ممكن كابتن احمد عبد الظاهر يعملها عشان الشكل يتغير ويبقى فيه فعاليه اكتر في الشوط؟ مبدئيا
خطوره بتروجيت كلها من ناحيه الشمال لناحيه اليمين عندنا. لازم يحصل تغيير الباك اليمين تمام وينزل الجواد عبد الرحمن وينزل طبعا باك يمين ثاني غيره محمد نص الملعب كمان مفيش ترابط خالص في نص الملعب. الفجوه ما بين الاثنين المساكين وراس الحربه واخد بطول الملعب من ال 18 لل 18 ودي ما بتحصلش ابدا. بتدي فرصه للكره الثانيه اللي بتاخدها بتروجيت في نص الملعب بيجي على المساكين يعني منفردين على المساكين مفيش تغطيه حتى الديفندرات لان طعيمه مش هيقدر يمسك الحته دي كلها اللي في نص الملعب فلازم يبقى في نص الملعب يبقى في تركيز شويه يبقى في ترابط بناء هجمات استحواذ في نص الملعب عشان الاستحواذ هو اللي بيخلق طبعا الهجمات. انا شايف برضو اللعيبه ما اعرفش ليه ناس بتتفرج عليهم جهاز فني الفريق الاول يبقى في دافع وحماس ده احنا فني للدرجه الاولى ناس قاعده وجايه تتابع سواء يعني يا اسامه اللي تم اختيارهم في القائمه الافريقيه وتحت الميكروسكوب للفريق الاول او الناس اللي حتى ما حلفهاش الحظ لازم تبقى عندها حراره انها تبتدي يتبص لها يعني لازم ده او ده انما انا شايف اللعيبه فيها تراخي مفيش حماس مفيش قوه مفيش ضغط زي يعني فرقه بتروجيت في ضغط جامد بيلعبوا علينا بضغط كويس قوي اللي هو فارس رضا ده رقم 13 طبعا ناحيه الشمال في بعض الحلول بشوفها يا كابتن محمد يا كابتن اسامه لازم اولا لازم ينزل يوسف اسلام في وسط الملعب رقم 6 اللي هو بيلعب رقم 6 في وسط الملعب خليني اقول لك بدلاء النادي الاهلي برضو ماشي. يعني طارق حسن سعد محمد سعد يوسف عاطف عبد الله مصطفى محمود حمدي محمد وائل اللي انتوا قلتوا عليه ممكن ينزل باك رايت مكان عبد الجواد عبد الرحمن وعلي نادر ويوسف اسلام 2006 وسيف ايمن 2005 الماتش ده الشوط الثاني لازم يتجزا اتجزا ازاي ان انا لازم انزل الاول ارتكاز اطلع الباك رايت عبد الجواد عبد الرحمن مش موفق وانزل محمد وائل دي اول تغيير التغييره الثانيه انزل يوسف اسلام مكان عبد الرحمن شريف لان انت بتلعب براسين حربه ناقص واحد الاثنين بيتحركوا نفس التحركات فهسحب واحد ويبقى ينزل لي يوسف اسلام يبقى جنب ميدو نبيل وجنب احمد طعيمه وميدو نبيل يبقى صانع العاب عشر. يبقى 4 10 يبقى 4 2 3 1 الحاجه الثانيه في توظيف خاطئ في الشوط الاول للجناحين احمد اشرف يروح على عدلته ناحيه اليمين ما يلعبش ناحيه الشمال وميدو اسامه طول الماتش الجناح اليمين اصلا الادوار الدفاعيه مش حلوه هو بيلعب برجله اليمين اوديه ناحيه الشمال يبقى انا العب ب 4 2 3 1 ميدو نبيل صانع العاب احمد اشرف وميدو اسامه وقدام سمير محمد وابقى نزلت يوسف اسلام وطعيمه في تغييره كمان ممكن تتعمل حل من الحلول سيف ايمن سيف ايمن لعيب كويس جدا جناح يمين عنده سرعات طيب. وودي احمد ممكن اشرف ممكن استغل سيف ايمن باك رايت ولا استغله لا جناح في الحته الجناح في جناح وممكن اودي احمد اشرف باك ليفت يعمل لي جبهه زياده يبقى هو عامل لك اطلع مازن اسامه واد احمد اشرف باك ليفت وسيف ايمن في يمين ولا؟ لا موقوف موقوف عنده ثلاث انذارات عشان كده فانت عندك ممكن تودي سيف ايمن وتودي احمد اشرف باك ليفت ففي حلول كتير وفي كمان المهاجم علي نادر ده واحد من الحلول المهمه اللي هو مسجل 8 او 7 اهداف في الدوري ثاني هداف النادي الاهلي ممكن يا كابتن حشيش الكابتن احمد عبد الظاهر يتدخل من بدايه الشوط الثاني ونشوف تغييرات ولا هيستنى شويه اولا اسامه الكلام اللي بنقوله ده كله تمام بس من غير حاجه بقى اسمها نحراره الروح أيوة. والحماس لان انا عايز اقول حاجه انت بتتكلم على دي اول مباراه في التصفيه بقى النهائيه بتتكلم من المركز الاول للنادي الاهلي للمركز السادس على الاقل او بلاش السادس الخامس 42 بونت 36 يعني 6 بونت يعني ماتشين خساره الناس هتركب غير ان في ناس بتلحقك على طول 41 امبي سيراميكا 39 العمليه قريبه فلازم المفترض ان بدايه فتره جديده من التصفيات مباراه على ارضك لازم كنت تدي انذار كارت انذار كده للناس اللي هي بتلعب قدامك والفرق دي كلها ان انا هاخد البطوله انما بالاسترخاء اللي هم فيه واللعب اللي فيه رعونه ده ما مش هينفع في اسوأ الظروف نلعب على ركلات الترجيح لازم نحاول طبعا. الماتش ده ممكن يبقى فيه ركلات ترجيح يعني انت تحاول ان انت تجيب جون انت النتيجه قريبه انت 1-0 بس هم خلي بالك حضرتك عندهم انت جات لك مميز فرصه بعد الهدف ركلات الترجيح عن طريق عبد الجواد عبد الرحمن دي كانت احسن فرصه دي كانت اخطر فرصه للنادي الاهلي هم الفرصتين اللي عاملهم احمد اشرف الجامعه 33 احمد اشرف ممكن حل هو برده ممكن يكون تفكير الكابتن احمد ان انا مش عايز اخسر احمد اشرف عشان مميز في العرضيات
وديه باك ليفت ونزل سيف ايمن هي دي الفرصه قدامه. يعني تصدي صراحه رائع من حارس مرمى بتروجيت محمد عادل خليفه. عنده ميزه العرضيات، ممكن يحوله باك ليفت في الحته دي وينزل سيف ايمن ناحيه اليمين، وبرده عنده مهاجم تاني زي علي نادر ينزل جنب سمير محمد. فانت الماتش ده ممكن ممكن يروح لركلات الترجيح. بص الكره دي جول، دي كانت اوفسايد دي، بس دي هو عشان عارف الحكم بغض النظر انها اوفسايد، بس المفروض برضه حاطط رجله جامده في الزاويه البعيده. يعني اتكلمنا قبل بدايه المباراه على الباكين ليهم دور مهم، كان عبد الجواد عبد الرحمن ومازن اسامه في النواحي الهجوميه. تمام، قاموا بالنواحي الهجوميه ده يا كابتن حشيش، ولا كان في تقصير في النواحي الهجوميه خاصه ان الاطراف عندك مفاتيح مهمه؟ الناحيه الشمال اللي هي نقدر نقول لانها كانت انشط شويه من اليمين عندنا، الناحيه اليمين عندنا برضو كان فيها يعني بطء شويه، وده برضو لان ما كانش فيه تمويل او تغذيه من نص الملعب. نص الملعب انت مش ماسكه خالص، يا دوبك نص الملعب بيجي له الكره بتزنق بيلعبها طويله، مفيش تحركات، مفيش دبل باس ناحيه اليمين او ناحيه الشمال تقدر تغير، يعني مفيش تنويع في اللعب ما بين الاطراف وبين الاختراق من النص، ما شفناش تصويب من بعيد، ما حدش صوب خالص من بره. يعني انت فاهم ازاي؟ فانت في حاجات كتيره ناقصاك غير الاخطاء بقى، وده اللي خلى النتيجه كده. يعني غير ان انت الاداء بتاعك وحش وعندك يعني ما بتستغلش كل عناصر القوه اللي عندك من تصويب واختراقات وسرعات وكلام من ده، ان انت كمان عندك اخطاء فرديه، وخصوصا في حته المدافعين مع الحارس المرمى ادت للنتيجه دي. وبرضه عشان نديهم حقهم، فريق بتروجيت عملوا شوط اول ممتاز مع الكابتن حمام ابراهيم. طبعا عندهم لعيب رقم 13 ده عاجبني قوي، اللي هو فارس رضا. مهاري وبيخترق كويس وعامل جبهه كويسه، مصطفى الجمل اللي هو اللعيب رقم 40 اللي هو مركز 8، برضه الاثنين دول ممتازين. مصطفى جمل لعيب درجه اولى نازل من الدرجه الاولى، يعني هو اسامه مصطفى الجمل وفارس رضا 13 و40 دول ناحيه شمال، اللي هو الناحيه الثانيه عاملين جبهه ثقيله على عبد الجواد عبد الرحمن. عشان كده قلنا ان ممكن ينزل محمد وائل يعمل تغييره في الحته دي. طب عبد الرحمن شريف وسمير محمد اثنين مهاجمين ما حسيتش بفاعليه في الشوط الاول، هم مظلومين برضه. يعني هل عشان ما فيش كرات بتوصل ليهم، ولا النهارده الاثنين برضو قافلين على بعض والمساحات دايما ما بينهم؟ هم مظلومين بصراحه، ما جالهمش كرات عرضيه عشان اقدر اقول ان هم يعني ما جالهمش شغل، ما حدش شغلهم خالص طول الشوط الاول. بس انا شايف ان احنا بنلعب نايس واحد، لان الاثنين يعتبروا واحد. فانت وسط الملعب عندك فاضي بسبب كده، بتلعب بفرودين نفس الادوار، فانت لازم تسحب عبد الرحمن شريف وتنزل واحد في وسط الملعب، تمسك الاول وسط الملعب، تفكر في التعادل، قدرت ان انت تجيب جون قدامك فرصه، يا تلعب على ركلات الترجيح يا اما تكسب. في حاجه كمان احمد، لما انا اتنين راس حربه، لما يبقاش فيه تغذيه او مفيش امدادات من نص الملعب ومفيش كرات بتجينا، ما انا لازم انزل انا برضو. سمير محمد عنده الملكه انه يقدر ينزل، انزل تحت واطلع حد من اجبر بقى حد من نص الملعب. يعني اخلق له لما اخد المساك بتاعي وانزل شويه أفضل. بخلق حته فاضيه ممكن حد من اللي تحت او من نص الملعب يتحرك، او يجي فيها حتى الراجل ناحيه اليمين او الشمال يدخل في العمق. يعني لازم ما استسلمش برضه، انا مفيش كره جات لي فانا واقف، ما ينفعش. علي نادر اللي هو على الدكه ده مسجل 7 اهداف. علي نادر اللي هو مهاجم النادي الاهلي اللي على الدكه 7 اهداف، وسمير محمد 9 اهداف. فممكن برضه يبقى عنده حل كويس في علي نادر ده، مسجل 7 اهداف في قائمه الهدافين، يقدر ينزل برضه مكان عبد الرحمن شريف، يبقى عنده تغيير هجومي بشكل كويس. الضغط الشوط الاولاني هرجع اقول توقعنا يبقى في ضغط عالي بدايه المباراه، شفنا لا مفيش ضغط، حتى لو في ضغط ضغط فرد يا دكتور ثابت. الضغط لا، الضغط المنظومه نفسها الجماعيه بتاعتنا في بطء. انت حتى قلت نقطه مهمه، في تباعد خط الهجوم وخط الدفاع، في جاب كبير في نص الملعب. لازم الكره الثانيه دايما من نصيب بتروجيت، لازم تفرض الريتم بتاعك على الفرقه. انت النادي الاهلي لازم تضغط ضغط عالي، لازم تلعب بسرعه، تبني الهجمه، ما يبقاش لعب عشوائي تمريرات طوليه لا، لازم تلعب على الارض، تمريرات قصيره بتتحرك بدون كوره. ده بيفرق في ايه؟ اولا مفيش ضغط، لازم الضغط بتاعك يبقى احسن من كده، لازم الريتم يكون اسرع. الضغط عمره ما هيبقى صح غير يعني لما تبقى الفرقه كومباكت قريبه من بعضها. الاثنين المساكين هم اللي بيجبروا نص الملعب وبيجبروا الفراوده ان هم يطلعوا يضغطوا عشان بيبقوا قريبين منهم عند نص الملعب. انما انا لما نص الملعب ابقى شايف الاثنين المساكين واقفين عند ال 18، انا ما اقدرش اضغط مع الفرود واسيب الحته اللي يعني في ظهرنا دي فاضيه. يعني انت بتتكلم ان اسلام عبد الله وابراهيم عبد الحكيم اثنين مساكين
لو بتكلم على ضغط لازم الاثنين ياخدوا الناس ويطلعوا عشان انا اشجع اللي قدامي انه يضغط على على المنافس. انما انا ابقى ورا خالص وانا نص الملعب اضغط على قدام واسيب الحته اللي ورا دي فاضيه يعني ما ينفعش. هي لازم هي في ربط ما بين الاثنين المساكين ونص الملعب والفراوده. انا كمان فيها نقطه، انت النهارده بتلعب 4-4-2-0 اللي هي باثنين راس حربه، تتوقع يغير الطريقه الشوط الثاني؟ لازم يبقى في تغييرات مع بدايه الشوط الثاني. لازم الاهلي ان شاء الله قادر يرجع الشوط الثاني ان شاء الله. في أسوأ الاحوال قوي نلعب على ركلات الترجيح، يعني الماتش ده ممكن قادرين يرجعوا على الترجيح الشوط الثاني. قادرين يرجعوا ان شاء الله، وهيرجعوا وهيكسبوا من غير ضربات جزاء باذن الله. ان شاء الله احنا عندنا ثقه فيهم ونتمنى ان شاء الله رجعوا الشوط الثاني انهم قادرين. وشفنا احنا المباريات السابقه شباب الاهلي وهو بيقدم مباراه يعني اكثر من رائعه. شوط اول للنسيان، هنبتدي شوط ثاني وصفحه جديده. نروح لفاصل، وبعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم ان شاء الله بعد نهايه المباراه.